الأول من أركان الإيمان. يكم للركنكان إيمان. الإيمان بالله. باورهون بخواي جورا. كيف نؤمن بالله؟ شون إيمان بخواي جورا بهني؟ نؤمن بتوحيد الربوبية. باور بتوحيد الربوبية بكين؟ ونؤمن بتوحيد الألوهية. وبتوحيد ألوهيش باور بكين؟ ونؤمن بتوحيد الأسماء والصفات. وباور بتوحيد نواكان والصفات كان بكين؟ ونؤمن بوجود الله. وباور ببوني خواي جورا بكين؟ الأدلة على وجود الله كثيرة جدا. وبالقال سربوني خواي جورا زور زورا. يمكن أن نجمع هذه الأدلة في أدلة أربع إجمالية. وبقشتي أتوانين أم بلغانا كوكينا ولا تشوار بلغدا. العقل. يا كم عقل. لا يمكن أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. وأجر كسيك عاقل بيتو سيري أم قردونا بكات أو أبوي دردك ناكريت أم دروس كراوة قورانا وأم عرس وعاصمانا ببيت دروس كاريك هبت. نعم. الثاني الحس تكون في كرب وشدة. دوم هست في كردن بون منات ولا تنقانا داك يا دبيت. ترفع يديك إلى السماء. دست برزكيتو أبو عاصمان. تقول يا رب فرجها. دليل خواي جورا لكولم بكروا. تجدها تنفرج، هذا دليل محسوس ملموس. دبيني بوت والله دبيته وتفرجت بوديت أمشى بالجيكي هستي كراوا. النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو ما في السماء من سحابة. يا غماري خوا صلى الله عليه وسلم دعاي كردو لعاصمان ده هيك شاوريك نبو. فنزل الغيث، هذا دليل محسوس. باش أوى باران يكباري أمشى بالجيكي هستي كراوا. نعم. الثالث الفطرة، كل مولود ولد على الفطرة. سيم أيش فطرته همو من ذلك كلا دايك دبي على سر فطرة لا دايك دبيت. نعم. ولا بد أن نحذر بألا نغير الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليها. وبيويستا قادر ورياي أوبين أو فطرتنا قورين كخواي قورا مخلوقاتك أنا اللي سر فطرة كدوها. الرابع من الأدلة على وجود الله الشرع، يعني الأدلة من الكتاب والسنة، وهذه كثيرة. شوارم لبلغة لبوني خواي قورا بلغة الشرعية أمشى القرآن وحديثها هي أمشى زور زوره.